أهلا وسهلا بكم مجددا في الحفل الافتتاحي لأسبوع المنتج الوطني. نكمل الآن عروض توطين سلاسل التوريد، ويسرني دعوة السيدة سارة عبد الله الأحمدي من المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء لتقدم لنا عرض لخطة المشتريات الخاصة بهم، فلتتفضل على بركة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب السعادة والسادة الحضور في هذا العرض. في هذا العرض راح نبين لكم ما هي المواد الرئيسية والمشاريع المستقبلية والفرص المتاحة لدينا في المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء مؤسسة كهرماء خلال الخمس سنين القادمة، أي حتى سنة 2026. في أجندة هذا العرض راح نغطي ثلاث منابر، بداية في المواد الرئيسية للتوزيع الكهربائي، ومن بعدها مواد مشاريع الكهرباء، ومن ثم مواد مشاريع المياه. بالنسبة للمواد الرئيسية للتوزيع الكهربائي، من المتوقع أن تبلغ القيمة الإجمالية للمواد الرئيسية خلال الخمس سنين القادمة إلى 4.3 مليار ريال قطري، متوزعة في ثمان مواد رئيسية مثل ما هو موضح لدينا في الرسم البياني. بداية في الكابلات بقيمة مقدرة ب 2 مليار ريال قطري، تليها لوحات المفاتيح الكهربائية الداخلية بقيمة مقدرة ب 1 مليار ريال قطري، ومن بعدها لوحات المفاتيح الكهربائية الخارجية بقيمة مقدرة ب 400 مليون ريال قطري، ومن ثم المحولات الكهربائية بقيمة مقدرة ب 200 مليون ريال قطري، وبعدها المحطات الكهربائية المدمجة بقيمة مقدرة ب 180 مليون ريال قطري، ومن ثم لوحات التغذية الكهربائية بقيمة 150 مليون ريال قطري، ثم وحدات شحن المحطات الكهربائية بقيمة 80 مليون ريال قطري، وأعمدة الخطوط الهوائية الكهربائية بقيمة 50 مليون ريال قطري. كما أنه من المتوقع أن تصل نسبة المشتريات الخارجية لهذه المواد خلال الخمس السنين القادمة إلى 35%، وفي المقابل نطمع بأن تتجاوز نسبة المشتريات المحلية عن 65%، وهذا أخذا بالاعتبار أنه حاليا توجد عدة مصانع محلية لهذه المواد الرئيسية، والتي هي الكابلات الكهربائية، حيث توجد شركة أعمال دوحة للكابلات وشركة قطر الدولية للكابلات. أيضا بالنسبة لمواد لوحات المفاتيح الكهربائية الداخلية، فتوجد شركة البدع سويتش جير ومصنع كيوتك سويتش جير. أما بالنسبة للوحات التغذية الكهربائية، فيوجد مصنع كيوتك سويتش جير وشركة البدع سويتش جير ومصنع الدانا سويتش جير. والآن ننتقل لثاني منبر لهذا العرض، ألا وهو مواد مشاريع الكهرباء والنقل الكهربائي ودعمهم للمصانع والشركات المحلية، حيث تقدر الأعداد التقريبية للمصانع المحلية والخارجية التي تم اعتمادها في المحطات والكابلات من قبل مشاريع الكهرباء إلى 98 مصنع خارجي و10 مصانع محلية موضح لدينا أساميهم في هذا الجدول، مختصين في معدات البي اي سي دي بي و الكابلات جهد 132 و66 كي في. كما أن 90% من الكابلات جهد 132 و66 كي في المستخدمة في المشاريع يتم تصنيعها في مصانع محلية، ومن المتوقع أن يبلغ الاعتماد بنسبة 100% خلال الخمس سنوات القادمة. أيضا 64% من معدات البي اي سي ودي سي دي بي المستخدمة هي من مصانع محلية. يتم الاعتماد على الشركات القطرية اعتمادا كليا في الأعمال المدنية، وتكون التكلفة التقديرية بنسبة 40% إلى 50% من القيمة الإجمالية للمشاريع والتي يتم إنجازها من قبل الشركات القطرية.
كما أن العدد المتوقع لمشاريع الكهرباء خلال الخمس سنوات القادمة هو 53 مشروع محطات و 45 مشروع كابلات وخطوط هوائية، وتقدر التكلفة الإجمالية لهذه المشاريع بقيمة 5 مليار ريال قطري. في هذه الصفحة من العرض نبين لكم ما هي المواد المصنعة محلياً والمعتمدة للمشاريع، والتي هي مواد طابوق وبلاط أرضيات، ومواد عزل المياه، ومواد رمل وأحجار، ومواد بناء، ومواد ألمنيوم وحديد وأسفلت، ومواد خرسانة جاهزة والأسمنت. وفي المقابل هذه الصفحة من العرض تبين لنا ما هي المواد المصنعة في الخارج والمعتمدة للمشاريع، والتي هي مواد نظم تكييف، ومواد نظم أمنية CCTV، ومواد مراوح التهوية والEOT cranes، ومواد نظم الحماية الإنارة، ومواد كابلات الألياف الضوئية، وأنابيب عزل الغاز، ومواد earthing materials والcopper pipe materials، ومواد نظم الحماية من الحرائق. والآن ننتقل لثالث منبر لهذا العرض، ألا هو مواد مشاريع المياه، حيث من المتوقع أن تبلغ القيمة الإجمالية للمواد الرئيسية خلال الخمس سنوات القادمة إلى 350 مليون ريال قطري، متوزعة في ثمان مواد رئيسية مثل ما هو موضح لدينا في الرسم البياني. بداية في الأنابيب بقيمة مقدرة ب 100 مليون ريال قطري، تليها الخرسانة مسبقة التجهيز بقيمة مقدرة ب 90 مليون ريال قطري، ومن بعدها الحديد بقيمة مقدرة ب 60 مليون ريال قطري، ومن ثم الصمامات بقيمة مقدرة ب 50 مليون ريال قطري، ومن ثم الأسمنت بقيمة مقدرة ب 40 مليون ريال قطري، تليها الحصى بقيمة 30 مليون ريال قطري، وبعدها مواد الدفان بقيمة 25 مليون ريال قطري، وبعدها الرمل بقيمة 4 مليون ريال قطري. كما أنه من المتوقع أن تصل نسبة المشتريات الخارجية لهذه المواد إلى 39%، وفي المقابل نطمح بأن تتجاوز نسبة المشتريات المحلية إلى 60%. أيضا حابة أوضح أن أي شركة لديها الرغبة بالدخول والمشاركة في مناقصات كهرباء يجلب منها الأول التزليل والتصنيف خلال وزارة المالية في موقعهم الإلكتروني مثل ما هو موضح لدينا في هذه الصفحة. أيضا يتم الإعلان عن مناقصات المؤسسة عن طريق موقع الوزارة، كما يتم الإعلان عن مناقصات المؤسسة عن طريق موقع كهرباء الرسمي، كما يتم أيضا بيع وثائق المناقصة عبر الموقع نفسه. وفي الختام نحن في مؤسسة كهرباء ندعم ونرحب بجميع منتجاتنا الوطنية، ونسعى لدعم المصانع والشركات المحلية، وهذا سعيا للارتقاء بالقطاع الصناعي والأعمال إلى أعلى المستويات، متماثلين مع الخطة الاستراتيجية لكهرباء ورؤية قطر الوطنية 2030. وشكراً.